السلام عليكم ورحمة الله. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، تعالوا نتكلم مع بعض عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي وكفاحه ضد المشركين. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بعد بناء الدولة الإسلامية، ودي مرحلة جديدة من مراحل الدعوة الإسلامية. المرحلة دي هي مواجهة المعتدين على الدعوة. يبقى بعد هجرة النبي وبناء الدولة الإسلامية بدأ النبي مرحلة جديدة هي مواجهة المعتدين على الإسلام، ودي المرحلة الثالثة. النبي بدأ يواجه كل من يسعى للقضاء على الدين الإسلامي. خاض الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه مجموعة من السرايا والغزوات ضد المشركين. طب هنا عايزين نفرق ما بين السرايا وما بين الغزوات. هنلاقي ان الغزوات هي معارك خاضها المسلمين بقيادة الرسول ضد المشركين، يبقى الرسول شارك في هذه الغزوات، الهدف منها هو الدفاع عن الدين الإسلامي وحماية نشره بين الناس. يبقى الغزوات معارك خاضها المسلمين بقيادة الرسول ضد المشركين، الهدف منها الدفاع عن الدين الإسلامي. أما السرايا فهي حملات وجهها الرسول ضد المشركين لم يحضرها. الرسول بعت الصحابة يحاربوا المشركين بس هو ما حضرش معاهم، فسميت بالسرايا. الهدف منها هو إضعاف قوة قريش الاقتصادية ليوقفوا كيدهم وعدائهم وتحريضهم لليهود ضد الرسول وأصحابه بالمدينة. ده الفرق بين الغزوات والسرايا. تعال نتكلم على الغزوات اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوات النبي هي غزوة بدر، كانت سنة 2 هجريا. المهم احفظ ترتيب الغزوات. كانت بين قريش والمسلمين. أسباب غزوة بدر هو اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يعترض قافلة تجارية لقريش عائدة من بلاد الشام، تعويضا عما استولت عليه قريش من المسلمين بعد الهجرة. المسلمين لما هاجروا تركوا أموالهم وديارهم وتجارتهم كل حاجة، عايزين يعوضوا ده، فالنبي اقترح عليهم إن هم يعترضوا قافلة لقريش وياخدوا ما فيها تعويضا عما استولت عليه قريش. قائد القافلة ده كان اسمه أبو سفيان. لما وصل له خبر ان المسلمين بيستنوه في الطريق عشان يعترضوا القافلة، غير طريق القافلة واتخذ طريق اخر فنجا بالقافلة من ايدي المسلمين. لما راح قريش وحكى لزعماء قريش، زعماء قريش اصروا على قتال المسلمين والقضاء عليهم. خرج قريش بجيش عدده ما بين 900 ل 1000 مقاتل، وصلوا لمكان اسمه بدر بالقرب من المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، وهنا النبي بيعودنا على مبدأ الشورى. كان ممكن ياخد القرار من نفسه، ده الرسول ده اللي اتقال عنه لا ينطق عن الهوى، يعني كل حاجة يقولها هي تبقى أصح، بس هو النبي دايما كان بيستشير أصحابه. أشاروا عليه بالخروج لقتالهم، قالوا له احنا نروح نقابلهم ونحاربهم. وبالفعل النبي خرج هو وأصحابه في جيش بلغ عدده 313 مقاتل، وصلوا إلى بئر بدر. لما وصلوا عند بئر بدر، هي بئر بدر ده أو آبار بدر، هي مجموعة من الآبار في مكان اسمه بدر. أشار على النبي أحد الصحابة، وده كان اسمه الحباب بن المنذر، مهم أوي يعرف اسمه، الحباب بن المنذر. أشار على النبي أن يعسكروا عند أقرب بئر من آبار بدر للمشركين، يعني يشوفوا أقرب بئر للمشركين ويقعدوا عنده، يعسكروا عنده علشان لما المعركة تدور. طبعا طبيعة شبه الجزيرة العربية الصحراوية هتخليهم يعطشوا، فلما تنفذ المياه اللي معاهم ما يلاقوش آبار حواليهم يشربوا منها فيضعفوا. وده اللي حصل بالفعل، دارت المعركة بين الطرفين، وشجع الرسول أصحابه على القتال، ظل يدعو ربه فأمده الله بملائكة تحارب
معه، وانتصر المسلمين واتهزمت قريش رغم قلة عدد المسلمين. عدد المسلمين كان 313 وعدد قريش حوالي 1000، يعني 3 أضعاف. وهنا نستنتج من غزوة بدر أن النصر لا يأتي بالقوة أو بكثرة العدد، إنما هو من عند الله. القوة وكثرة العدد ده سبب، لكن النصر ده جاي منين؟ من عند الله. الدروس المستفادة من غزوة بدر هو مبدأ الشورى. النبي كان بيستشير أصحابه. النصر يأتي من عند الله ولا يعتمد على قوة أو كثرة العدد. حسن معاملة الأسرى في الحروب. ده بالنسبة لغزوة بدر. تاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة أحد. الأطراف هي برضو ما بين قريش والمسلمين. أسبابها رغبة قريش في الانتقام من المسلمين لما حدث يوم بدر. جهز القريش جيش عدده 3000 مقاتل اتجهت به نحو المدينة. نزلوا بالقرب من جبل أحد. النبي استشار أصحابه زي ما عودهم وأشاروا عليه بالخروج لقتالهم، فخرج النبي بجيش عدده 1000 مقاتل. في الطريق رجع زعيم المنافقين عبد الله بن أبي سلول بثلث الجيش، يعني أصبح الجيش حوالي 700 مقاتل بس، في حين أن جيش المشركين 3000 مقاتل. فالنبي وضع خطة علشان يتفادى قلة العدد. اختار 50 راميا للوقوف فوق جبل يشرف على المعركة، وأمرهم ألا يتحركوا من أماكنهم سواء في حالة النصر أو الهزيمة إلا بأمره. لما دارت المعركة كان النصر في البداية حليف المسلمين، وده خلى الرماة يخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا أماكنهم ونزلوا لجمع الغنائم، مع إن النبي أكد عليهم ألا يتركوا أماكنهم في حالة النصر أو الهزيمة. الغنائم هنا مقصود بيها هي كل ما يحصل عليه المنتصر في الحرب. الجيش اللي بينتصر بياخد كل حاجة مع الجيش التاني. كان الجيوش زمان وهم خارجين للحروب بياخدوا معاهم كل حاجة ثمينة أو كل حاجة غالية علشان تبقى هدف قدامهم إن هم يدافعوا عنه. لكن هنا الرماة خلفوا أوامر النبي، نزلوا من فوق الجبل لجمع الغنائم. فكان قائد المشركين خالد بن الوليد اللي استغل الفرصة واستدار من خلف الجبل وانقض بجيشه على جيش المسلمين، وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. يبقى نتائج غزوة أحد انتصار المسلمين في البداية، لكن انهزم المسلمين أو تحول نصرهم إلى هزيمة في النهاية. هنا نستفيد من غزوة أحد الالتزام بأوامر القائد في الحرب. لازم نلتزم بأوامر القائد، ما ينفعش نخالفها. تالت غزوة معانا هي غزوة الخندق سنة 5 هجريا. غزوة الخندق ليها اسم تاني تسمى بغزوة الأحزاب. كانت بين قريش وحلفائها والمسلمين. أسبابها هو استجابة قريش وحلفائها لتحريك جماعة من سادات يهود بني النضير. يهود بني النضير دول مجموعة أو جماعة من اليهود أخرجهم النبي من المدينة لغدرهم وخيانتهم، فراحوا حرضوا قريش والقبائل المجاورة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرجت قريش وحلفائها بجيش عدده 10,000 مقاتل واتجهوا نحو المدينة. النبي استشار أصحابه فأشار عليه أحد الصحابة اللي كان اسمه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة. الفكرة عجبت النبي. الخندق ده ما كانش معروف، يعني خطة جديدة. قام النبي وأصحابه بحفر الخندق وانتهوا منه قبل مجيء جيش المشركين. خرج الرسول وأصحابه في جيش عدده 3000 مقاتل. كان الجبل خلف النبي والخندق أمامه.
لما قريش رأوا الخندق قالوا أنها مكيدة لا ما عرفها العرب من قبل، وقاموا بحصار المدينة من حوالين الخندق. أثناء حصار اليهود للمدينة كان جوه المدينة بقى يهود بني قريظة اللي خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى المشركين، فاشتد الحصار على المسلمين، عدو من الخارج قريش وحلفائها وعدو من الداخل يهود بني قريظة. استمر الحصار لمدة شهر كامل، حتى أرسل الله ريحا شديدة اقتلعت خيام المشركين، فقذف الله الرعب في قلوبهم فعادوا إلى مكة. يبقى نتيجة غزوة الخندق هو انتصار المسلمين بفضل الله وعودة المشركين إلى بلادهم خاسرين. نستفيد إن التماس النصر من عند الله. كمان أهمية مبدأ الشورى، دي الدروس المستفادة من غزوة الخندق. بعد انتصار المسلمين في غزوة الخندق توجه الرسول إلى يهود بني قريظة وحاصرهم وأمر بإخراجهم من المدينة بسبب غدرهم وخيانتهم. يبقى نتائج غزوة الخندق انتصار المسلمين وعودة المشركين لبلادهم، كمان هنقول أمر النبي بإخراج يهود بني قريظة من المدينة بسبب غدرهم وخيانتهم. صلح الحديبية سنة 6 هجريا. من أول صلح الحديبية بتبدأ مرحلة جديدة هي عالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد حرية نشرها. تعال نشوف ازاي. خرج النبي في العام السادس من الهجرة في جمع مع أصحابه قاصدين مكة لأداء فريضة العمرة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى الحديبية، أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليخبرهم أنهم لم يأتوا إلى قتال، هو رايح مع مجموعة عددهم كان حوالي 1200 مسلم، فخاف ان قريش تعتقد انهم جايين لحرب فيحصل اشتباك ما بينهم، فبعت عثمان بن عفان في البداية علشان يخبرهم انهم لم يأتوا الى قتال. لكن قريش اصرت على منع الرسول، منعت الرسول من دخول مكة. بل كمان تأخر عثمان بن عفان في العودة من عند قريش، فأشيع بين المسلمين خبر مقتل عثمان، فبايع المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين والأخذ بالثأر لمقتل عثمان، ودي سميت ببيعة الرضوان. لكن سرعان ما عاد عثمان بن عفان، وأرسلت قريش رسلا لمفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوصل الطرفان إلى عقد صلح أطلق عليه صلح الحديبية. شروط صلح الحديبية هي إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وتأجيل دخول المسلمين مكة إلى العام القادم. من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه، زي قبيلة مثلا خزاعة، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه، زي مثلا قبيلة بكر. كمان من ضمن الشروط من أتى إلى قريش من المسلمين لا ترده، يعني لو واحد مسلم ارتد عن الإسلام قريش تاخده عندها وما تردوش، والعكس بقى، ومن أتى إلى محمد من قريش رده إليهم، ما يقبلش حد من قريش. طبعا الشروط دي في ظاهرها هي في صالح قريش مش في صالح المسلمين، علشان كده الصحابة كانوا زعلانين قوي من شروط صلح الحديبية. بس كان للسيدة أم سلمة زوجة النبي دور كبير في صلح الحديبية. لما عاد النبي إلى المدينة وما أدوش فريضة العمرة وكمان شروط صلح الحديبية دي، كانت مخلية الصحابة زعلانين قوي. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رؤوسهم وأن يذبحوا الذبيحة بتاعتهم، فمحدش استجاب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة أم سلمة قالت للنبي،
اعمل قدامهم ده وهم هيعملوا. فلما خرج النبي وفعلا قام بحلق رأسه ونحر ذبيحته فقاموا بذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنستنتج من صلح الحديبية إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بإرسال ملوك ورؤساء العالم. هنا نستنتج من صلح الحديبية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بإرسال الرسل إلى ملوك ورؤساء العالم ليدعوهم للدخول في الإسلام. فبتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة نشر الدعوة عالميا. يبقى ينتج عن صلح الحديبية هي مرحلة نشر الدعوة عالميا ومواجهة كل من يقف أمام تبليغها. لذلك بنقول إن صلح الحديبية هو فتح مبين على المسلمين. نستفيد من صلح الحديبية احترام العهود والمواثيق وأهمية دور المرأة في المجتمع الإسلامي. غزوة خيبر 7 هجريا. غزوة خيبر كانت بين المسلمين ويهود خيبر. أسبابها أن الرسول أراد أن يأمن شر اليهود وغدرهم بفتح مدينة خيبر، لأن خيبر كانت مركز المؤامرات والدسائس والغدر والخيانة. كانت مأوى لمثير الشغب من اليهود اللي بيحرضون القبائل على قتال المسلمين، فقرر النبي أنه يفتح خيبر علشان يأمن شرهم. خرج الرسول بجيش عدده 1600 مقاتل وحاصر خيبر. لكن لما وصل النبي خيبر ملقاش اليهود، ملقاش حد يحاربه، استسلمت كل حصون خيبر وانتصر المسلمين. أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر يزرعون أرضها على أن يكون للمسلمين نصف ما يخرج منها من زرع. قال لهم اقعدوا زرعوا الأرض وأنا مقابل ده يحصل المسلمين على نصف الزرع. ظل اليهود في خيبر حتى أخرجهم منها الخليفة عمر بن الخطاب، وبكده يكون انتهى الوجود اليهودي في شبه الجزيرة العربية. من الدروس المستفادة في غزوة خيبر هي عدم التآمر على الآخرين والتسامح والعفو عند المقدرة. فتح مكة 8 هجريا. الأطراف المسلمين وقريش. سبب فتح مكة هو نقض قريش عهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو صلح الحديبية. كان من ضمن شروطه وقف الحرب بينهم لمدة 10 أعوام. لكن تحالفت قريش مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة دي من حلفاء المسلمين. قاتلوهم وهم آمنون مطمئنون. فخرج الرسول بجيش بلغ عدده 10,000 مقاتل إلى مكة لفتحها. عندما وصل النبي مكة فتحها دون قتال. لما دخل النبي مكة عفى عن أهلها وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وده خلى إن أهل مكة يأتوا إلى الرسول رجالا ونساء يعلنون إسلامهم ويبايعون على عبادة الله وحده لا شريك له. هنستفيد من فتح مكة هي عدم رد الإساءة بإساءة والتسامح والعفو عند المقدرة. غزوة حنين 8 هجرية. بعد من فتح مكة قررت قبيلة ثقيف وهوازن محاربة المسلمين. قبيلة ثقيف وهوازن دول اللي هم أهل الطائف اللي كانوا رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قرروا محاربة المسلمين. فالنبي بعد فتح مكة اتجه هو وأصحابه أو الجيش بتاعه إلى حنين لقتال قبيلتي ثقيف وهوازن. في الطريق وهم رايحين شعر المسلمين بقوتهم عشان كان عددهم كبير المرة دي، وكان معهم أسلحة والعدة بتاعتهم كتيرة. عندما وصلوا إلى حنين انقض عليهم العدو فتراجع المسلمين وتفرقوا. الرسول صلى الله عليه وسلم
أمر عمه العباس ينادي على أصحابه فاجتمعوا مرة أخرى وقاتلوا عدوهم. يبقى نتيجة غزوة حنين هو انتصار المسلمين في نهاية المعركة. هنا هنلاقي إن الدروس المستفادة في غزوة حنين أن النصر لا يأتي بكثرة العدد أو العدة، ولكن بطاعة الله وقوة الإيمان. وده هيظهر عندنا في غزوة أحد. غزوة أحد لما المسلمين خالفوا أوامر النبي، إيه اللي حصل؟ لما خالفوا أوامر النبي تحول النصر اللي كانوا محققينه إلى هزيمة. هنا اتحولت الهزيمة إلى النصر، يعني هم عكس بعض. من الدروس المستفادة في غزوة حنين أن النصر لا يأتي بكثرة العدد والعدة، وإنما بطاعة الله وقوة الإيمان. غزوة تبوك 9 هجرية كانت بين المسلمين والروم. الروم أعدوا جيش كبير لقتال المسلمين والقضاء عليهم. فالرسول استشار أصحابه وجهز جيش وصل عدده 30,000 مقاتل. تحركوا نحو تبوك اللي كانت خاضعة للروم. لما وصل النبي تبوك لم يجد أحد من الروم، حيث قذف الله في قلوبهم الرعب فتفرقوا جميعا وانتصر المسلمين دون قتال. عاد الرسول بجيشه سالما إلى المدينة. من الدروس المستفادة في غزوة تبوك هو بذل النفس والمال في سبيل الله. في عام 10 هجريا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج. خطب النبي خطبة في المسلمين سميت بخطبة الوداع، لأن دي كانت آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما أدى النبي فريضة الحج، ودي كانت حجة أو سميت بحجة الوداع، عاد النبي إلى المدينة. في العام التالي مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام 11 هجريا، وده نفس يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. توفى في نفس اليوم اللي اتولد فيه. وبكده يكون النبي أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.